الاهداف طبعا، الاهداف فضله هاي اهداف. يعني ده الهدف الاول اتزحلق فرناندينو، ده ميسي سهله جدا بثقه بهدوء. كل الاهداف اللي احرزها الثلاث اهداف النهارده استخدم فيها عقله. الهدف الثاني كان اشكاليه كبيره بالنسبه لقلبي الدفاع، طريقه تمركزهم، طريقه تمركز في بناء الهجمه، بعيدين جدا على احتواء سواريز امام لاعبين مثل سواريز ونيمار. الاخطاء يجب انها تكون جدا قليله، اخطاء في التمرير من غاندوغان دي بروين كلفت الكثير. طبعا بعد خروج براون انتهت المباراه هنا لقطه سمح لي في الكلمه فيها غباء كثير هشام من جيريمي ماتشو، لانه معناه قبلها باربع دقائق متحصل على انذار اول مع نفس اللاعب، ليش خليه انت فايز 3-0؟ ليش تعمل في معناها التكلينك ثاني؟ خليه يروح. انا دار ضرب الجزاء لكن عوضها. انا معناها نحب نعرج على شيء مهم جدا، التفكير السليم لميسي اللي كان بامكانه باش يسجل اربع اهداف، خلى ضربه الجزاء النيمار، وهنا معناها العقليه والروح الجماعيه اللي موجوده في برشلونه.